إمارات وصفك بكلمات، كيف توصفي بكلمات؟ أنا ميلاد يعني بدون ما أوصفه هو بيعرف قديش أنا بحبه. هو بيعرف بس الجمهور ما بيعرف، لأنه هو ابن بيت يعني. اليوم أنت كتير شو قصدك بابن بيت؟ اشرح يعني للناس. مؤدب، بيتأمن يفوت على بيت، يعني ما بدنا كتير معلش احكي يعني نحكي قصص، بس اليوم قليل لحتى تشوف يعني زلمة رجال بيتأمن يفوت على بيت. ميلاد عن جد ابن بيت يعني مرتب.